يواصل منتخب مصر مسيرته الناجحه في بطوله كاس الامم الافريقيه وبعد تخطيه المنتخب الكاميروني صاحب الارض يواجه المنتخب الوطني نظيره السنغالي الاحد بطموح تحقيق البطوله الثامنه للفراعنه من ترويع الأفيال الإفوارية مرورا بالتغلب على أسود الأطلس المغربية وصولا إلى ترويد الأسود الكاميرونية وإقصائها من كأس الأمم الأفريقية يتبقى لمنتخب الفراعنة خطوة واحدة على حصد البطولة الأفريقية الغائبة عن القاهرة منذ إحراز بطولة عام 2010 في أنجولا المحطة الأخيرة في البطولة يواجه فيها لاعب منتخبنا الوطني المنتخب السنغالي في تمام التاسعة مساء الأحد وسط ترقب وطموحات كبيرة للتتويج باللقب الثامن في تاريخ الفراعنة الذين لم يكن طريقهم إلى المباراة النهائية مفروشا بالورود قبل تحقيق إنجاز كبير بالوصول إلى نهائي البطولة مسجلا بذلك رقما قياسيا فأصبح أول منتخب في تاريخ القارة السمراء يخوض ثلاث مباريات مدتها 120 دقيقة قبل المباراة النهائية 630 دقيقة كاملة لعبها المنتخب الوطني في البطولة دون احتساب الوقت بديل الضائع قبل موقعة اسود الترينجا وسيرتفع الرقم إلى 720 دقيقة على الأقل وهو رقم لم يصل إليه أي منتخب في تاريخ البطولة ما يعكس الإرادة الكبيرة والروح القتالية لمنتخبنا الوطني يعد الفوز بلقب الأميرة السمراء من خلال النهائي القوي بين مصر والسنغال أمرا غير عادي وذلك في ظل صراع مشترك بين نجم ليفربول محمد صلاح لزميله السنغالي سيديوماني الطامح لتحقيق اللقب القاري الاول مع منتخب بلاده